اليوم في واحد اللقاء دراسي بالثانوي الاعدادي ديال حسن ودار استقبلتنا مشكوره السيده المديره والساده اطر هذه المؤسسه. لقاء دراسي اللي صادفنا فيه مجموعه من الخبراء والدكاتره في مجال التربيه الدامجه ومجال الاعاقه والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه. كانت فرصه لنا حنا كما تشوفوا بان الشعار كان هو الحصيله والافاق، فرصه لنا حنايا على باش نوقفوا على واحد التقييم مرحلي ما تم انجازه والافاق اللي غنتسناوها في نهايه اللقاء، شنو هما الاقتراحات اللي ممكن يفيدونا بها هاد الخبراء لتجويد التعلمات لهذه الفئه هذه. حنا كمديريه اقليميه كنشتغلوا وفق استراتيجيه وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه من خلال قانون الاطار 51/17 اللي كينص في المشروع 4 على الاهتمام بهذه الفئه هذه. برنامج المادي ديالنا يحظى باهميه، هذه الفئه تحظى باهميه كبرى، لان كنحاولوا اما امكن اننا نوسعوا وننعموا الولوجيه داخل المؤسسات التعليميه، المرافق الصحيه الخاصه بهذه الوليدات تكون حتى هي مكيفه لهم. بالنسبه للجانب البيداغوجي نسهر على تكوين الاساتذه والاستاذات لانهم كيستقبلوا التلميذات والتلاميذ في وضعيه خاصه في اطار الادماج الجزئي او الكلي داخل الفصول الدراسيه، ولا بد من تكييف النموذج البيداغوجي والمقاربه البيداغوجيه. دونك هنا كاين تكوينات اللي كيستافدوا منها الاساتذه. بالنسبه للامتحانات كاين هنا كتكييف ديال الامتحانات. كتلاحظوا اليوم انه استضافه ديال الضيوف جميع القطاعات ممتله، لا قطاع الصحه ولا القطاع الامني ولا القطاع التربوي، كلهم كاينين اليوم، لان نامل انه الى حضرنا كاملين وتكاتفت الجهود ديالنا يمكن اننا غادي نمشيو احسن في اجراءات تدابير هذا المشروع هذا، وما غيكون فيه الخير لهذا المجتمع. هذه المجهودات كيف ما قلت لك حنا كنا ما هو هذا مشروع عارضة ثاني. علاش؟ لانه كاين فيه ما هو بنيه تحتيه اللي هي الولوجيات هي المرافق الصحيه، كاين فيه ما هو بيداغوجي اللي هو تكييف الدروس والمناهج، وكاين ما هو فيه تقويمي اللي تكييف الامتحانات. هذه كلها امور كنشتغلوا عليها. واليوم هنا واحد المشروع الاخير في قانون الاطار اللي هو التعبئه المجتمعيه. حنا اليوم كنأجروا واحد التدابير من التدابير اننا كنحسوا بان كاينه معنا واحد الفئه داخل المؤسسه التعليميه اللي محتاجه منا واحد التفاته والتفاته كبيره، ونشتغلوا عليها باش يمكن على الاقل نكسروا او نسقطوا هذوك التمثلات النمطيه السلبيه تجاه هذه الوليدات.